بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى النقطة التاسعة، صحيح؟ قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين. التاسعة ما ذكره العلامة، صفحة 444، ما ذكره العلامة قاسم في تصحيحه: إنما في المتون مصحح تصحيحا التزاميا. فعندما ذكروا هذا القول في المتن معناه أن هذا القول معتمد، مأخوذ من ظاهر الرواية. كيف؟ عندما البخاري وضع حديث في صحيحه، هل يحتاج أن يقول بعدها صحيح؟ لا، لأنه التزم في صحيحه أن لا يذكر إلا حديثا صحيح على شروط، وبالتالي عندما ألف المتن هو التزم أن لا يخرج عن ظاهر إيش؟ الرواية. أو أصل في المتون المعتمدة هكذا يعني. طيب، فهذا تصحيح التزامي، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي. لو وجدنا في الشرح يقول وهو الصحيح وهو المعتمد، هذا نعتبره إيش؟ صريح، فهو أقوى من التزامي. لكن هذا البحث ليس على إطلاقه، يعني إذا وجدنا تصحيح التزامي في المتن ووجدنا تصحيح صريح في المتن، فيكون التصحيح الصريح في المتن أقوى من التصحيح الالتزامي. لكن إذا وجدنا التصحيح الصريح في الشروح ممكن أن نقدمه على ما في المتن، ممكن، ليس، لكن ليس دائما، على حسب الفقهاء، على حسب درجة القائل والكتاب الذي قال وكذا. فنحتاج إلى أمور أخرى، بس أراد بصورة عامة فكرة الالتزام الصريح أقوى من الالتزام، من فكرة الالتزام، فكرة الالتزام الصريح أكبر من فكرة الالتزام الالتزامي، أو من فكرة التصحيح الالتزامي. نعم، بس يوجد أمور أخرى نحتاج أن نقف عليها ونرتبها. نعم، جيد. قلت حاصله أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح، قلت حاصله أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح، فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح. يعني وجدنا كلاما في الشرح أو كلاما في الفتاوى ما لم يصرح هذا القول الآخر المخالف للمتون بتصحيحه، فيقدم عليها لأنه تصحيح صريح، فيقدم على التصحيح الالتزام. بس هذا هل على إطلاقي ولا أم يحتاج إلى تدبر وتأمل؟ تدبر. نعم، أمامكم تطبيق في الأسفل مثلا على هذه المسألة. قال أبو حنيفة، العلامة قاسم يقول في التصحيح والترجيح: قال أبو حنيفة لا يحجر على السفيه، واعتمده المحبوبي. من المحبوبي؟ الوقاية، وقاية الرواية، وصدر الشريعة شرح الوقاية، والنسفي المقصود فيه إيش؟ الكنز. هاي المتون اعتمدته وغيره. وقال القاضي اللي هو قاضي خان في كتاب الحيطان، المفروض من الفتاوى الخانية، كيف كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، هذا كتاب اسمه الحيطان: وعندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى على قولهما. إذا قاضي خان صرح في كتاب الفتاوى أن الفتوى على قول مين؟ صاحبه. قلت الآن يقول مين؟ قاسم بن قطبوغة. وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزام، من المتون، يعني أقوى من المتون. أحد من
الآن خلينا نناقش المسألة هاي أوسع شوية. المتون هل بالدرجة الأولى وضعت لبيان النكتة فيه من المذهب؟ لا لا، المتون وضعت بالدرجة الأولى لتحقيق ظاهر الرواية ولبيان أصل المذهب. فبالتالي هي تكون أضبط من غيرها يعني عادة في تنقيح أصل المذهب. فإذا رأينا في الشروع أو الفتاوى تصريح بأن الفتوى على غير المتون والمسألة ترجع للواقع وللتطبيق ضرورة وزمان وعرف وغيره، فيكون ما في الفتاوى وما في الشروح أقوى في العمل من المتون، لأن المسألة أصلا هي انتقل الفتوى فيها من قول أبي حنيفة إلى غيره للتطبيق، والمتن يلتزم بظاهر الرواية. لكن إذا وجدنا الخلاف ما بين الشرح والمتن مداره على تحقيق أصل المذهب، فتحتاج المسألة نظر أكثر فأكثر، لأنه يمكن أن يكون المتن هو إيش؟ المتن هو الأقوى. الآن وفي شهادات الخيرية في جواب سؤال المذهب الصحيح المفتى به الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوع لنقل الصحيح من المذهب الذي هو ظاهر الرواية، إذا بحث بحث تحقيق أصل المذهب، رأيتم أن شهادة الأعمى لا تصح. يعني المتون قالت شهادة الأعمى ماذا نفعل بها؟ لا نقبل. ثم قال وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به، إذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد إيش؟ ما في المتون، وكذا يقدم ما في الشروح على ما في إيش؟ الفتاوى. رأيتم الفكرة هذه؟ بس أنا قبل قليل يعني كنت أثبت عندكم فكرة أخرى، إنه ليس دائما التصحيح الصريح نأخذ به، فننظر هل هو البحث بحث تحقيق أصل المذهب أو بحث متعلق بالفتوى إيش والتطبيق. ممكن بالفتوى والتطبيق نترك المتون، لأن المتون ليس همها الفتوى والتطبيق، همها تحقيق المذهب ما هو، هذا عمله، عملهم في تحقيق إيش؟ في تحقيق المذهب. جميل. الآن يعطينا هنا الترتيب، يقول المتون مقدمة على الشروح والشروح مقدمة على مين؟ على الفتاوى. في الأسفل في تعليق لم يريدوا بالمتون كل المتون، بل المتون التي صنف التي مصنفوها مميزون بين الراجح والمقبول والمردود والقوي والضعيف، فلا يريدون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي، وأصحاب هذه المتون كذاك، وهذا في عرف إيش. أما في منهم هؤلاء اللي هو مثل وقاية، كنز، ملتقى، قدوري، صح؟ مختار. أما عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين، يعني أصحاب المتون المتأخرة قبلهم، فحيث قالوا ما في المتون مقدم أرادوا به إيش؟ متون كبار مشايخنا وأجلة فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاب والحاكم، جعلوا تأليفات هؤلاء هي المتون. رأيتم؟ إذن في عندنا متون متأخرة، وأما المتون المتقدمة المقصود فيها كتب هؤلاء العظام. طيب ننتقل الصفحة التي بعدها. وفي فصل الحبس من البحر والعمل على ما في المتون، لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون، كما في أنفع الوسائل، وهذا أنفع الوسائل مرة معنا للطرسوسي
للطرسوس المؤلف. البحر قلنا لمين؟ لابن نجيم صح؟ البحر لمين؟ وكذا يقدم ما في الشروح على ما في المتون. بس هاي عبارات منهم تؤكد فكرة الترتيب. متن شرح عرفتم؟ فتاوى وحواشي. أي لما صرح به في أنواع الوسائل، أنفع الوسائل أيضا في مسألة قسمة الوقف، حيث قال لا يفتى بنقول الفتاوى بل نقول الفتاوى إنما يستأنس بها إذا لم يوجد ما يعارضها من كتب الأصول ونقل المذهب. يعني إذا أردت تحقيق المسألة في المذهب هل تعتمد على كتب الفتاوى في تحقيق المسألة؟ لا. لكن إن لم نجد نقلا في المذهب إلا في الفتاوى. وكان ما في الفتاوى موافق للأصول. نقبل؟ نعم. أما مع وجود غيرها لا يلتفت إليها، خصوصا إذا لم يكن نص فيها على الفتوى. الفتاوى هي تخريجات من المشايخ في المذهب، فيمكن هذا الشيخ يعني وفق في التخريج وهو يمكن أنه لم يوفق. هي مبنية على مين؟ على التخريجات. مبنية على إيش؟ التخريجات. على التخريج. والتخريج هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الله أعلم بذلك. عرفتم؟ هذا إشكالي. اثنين، الفتاوى راعت الواقع، وبالتالي نحن نعرف ما هو الواقع في ذاك الزمان حتى نعرف كم هو ابتعد وكم هو يعني نظر إليه، فنستفيد منها أثناء التطبيق أنهم اختاروا هذا وعملوا به فيستأنس بها يستفاد منها، لكن لا تكون هي العمدة. يعني أنا أول شيء لازم أكون قواعد صحيحة في عقلي في فهم المسائل والبناء عليها. الآن في مرحلة قراءة الفتاوى، الفتاوى تدور على قواعد التطبيق، ضرورة تيسير رفع حرج مصلحة تغير زمان وهكذا، فكل على حسب هذه القواعد يفتي في زمان بهذا القول أو بهذا إيش القول. وبالتالي لو ابتداء ذهبت إلى كتب الفتاوى لن أضبط أصل الفقه، ولن أستطيع أعرف ما هو التحول في الفتوى الذي حصل من هنا إلى هنا، فكيف أطبق الفقه في زماني؟ ستكون عندي إيش مشكلة في فهمه وتطبيقه. فذلك نقرأ كتب الفتاوى للتدريب وللتعليم على تطبيق الفقه، فهم طبقوه في زمانهم ونحن نطبقه أيضا إيش في زماننا، فيستأنس بها ويستفاد منها، بس لابد أن تكون في مرحلة متقدمة. ورأيت في بعض كتب المتأخرين نقلا عن إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال للقاضي القضاء شمس الدين الحريري، هذا لاحد من شراح الهداية 728 توفي، ماذا يقول؟ أحد شراح إن صدر الدين سليمان، هذا أيضا لاحظوا يعني من شراح الجامع الوجيز الجامع المسائل الجامع، يعني من كبار علماء الحنفية، ماذا يقول شيخ الحنفية في زمانه؟ توفى 677. قال إن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ. رأيتم؟ يعني تخريجات أقوال لمين؟ للمشايخ، فلا تعارض كتب المذهب. يعني أين اجتهاد أبي حنيفة من اجتهاد هؤلاء المشايخ؟ تخريجات. قال وكذا كان يقول غيره من مشايخنا وبه أيضا إيش أقول وبه أيضا إيش أقول. إنها هي عبارة عن إيش مشايخنا؟ هي عبارة عن اختيارات لمين؟ المشايخ. للمشايخ. نقرأ في الأسفل
هذا الكلام في غاية الأهمية، إذ أن المتون موضوعة بدرجة الأولى لنقل مذهب أبي حنيفة، ولا يكادون يخرجون عنه البتة إلا فيما اشتهرت الفتوى به على قول الصاحبين، ومع ذلك يذكرون قول الإمام حتى في المسائل اشتهر فيها الفتوى على قول الصاحبين، يذكرون قول مين؟ أبي حنيفة. أبي حنيفة. وهذا ظاهر كما في متن الوقاية، فالمتون موضوعة للحفاظ على أصل المذهب ليقدر الطالب على ضبطه والتمكن منه وتكوين قواعد صحيحة في ذهنه على أصول المسائل ومبناها، لذاك ينصح بقراءة متن القدوري ثم المتون المعتمدة المشهورة لا متن نور الإيضاح لاشتماله على غير ما عليه أصل المذهب أحيانا، فلا يتربى الطالب على قواعد المذهب الأصلية بصورة تكون لديه ملكة فقهية دقيقة، وإنما يستحسن أن يقرأ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مرحلة متأخرة بعد قراءة أكثر من متن في العبادة، حتى لا يختلط عليه أصل المذهب وترجيحات المشايخ المتأخرين، لا سيما مدرسة محدثي الفقهاء إذ الشرنبولالي من أهل هذه إيش المدرسة. هنا يعني شوية كلام شديد صار وحدة في محدث الفقهاء، يعني لأنه هذه مزعجة، يعني في بلاد الشام في كثير من البلاد أول ما يبدأون في القراءة بنور الإيضاح القراءون في بنور الإيضاح، فعندما يبدأون بنور الإيضاح يعني عدد لا بأس من مسائله على غير ظاهر الرواية، وينفي ظاهر الرواية أحيانا يعني في اللفظ، ويأتي بمسائل كثيرة في المتن. عرفتم؟ فلا يساعد مثله في ضبط أصل المذهب للطالب، ولا التمكن من الفقه ولا التدرج فيه، لأنه يبدأ معه بفروع كثيرة، وهذا حقيقة خطأ. يعني كل ما الأصل ماذا نفعل؟ نؤخره قليلا بعد أن يقرأ قدوري وقاية يضبط المذهب، ثم بعدها عندما يذهب يقرأ في نور الإيضاح، وأنا لا أفضل قراءة نور الإيضاح، أفضل قراءة مراقي الفلاح معه، إن شاء الله نقرأه في مادة متقدمة يعني مع بعض نناقش، فيصبح الآن هو أهل، فيرى جهد الشرنبولالي ويستفيد من ترتيبه الجميل، وفي نفس الوقت لا يقع في مشكلة عدم ضبط المذهب وضبط ما هو المعتمد من غير المعتمد فيه. لاحظتم؟ فلاحظت يعني أنا العبد الفقير بتجربتي إنه الأخوة الذين بدأوا بدراسته بقي يؤثر على سلوكهم في المذهب حتى في مرحلة متقدمة، على ترتيب ذهنه العلمي، لو أخر لكان أفضل. بعض المشايخ اغتروا بماذا؟ رأوه منظم، يأتي يقول أركان ويأتي بأركان عديدة، سنن يأتي بعشرين ثلاثين سنة، نواقض فيأتي بعديد، فجمع أشياء عديدة في إيش؟ في مكان واحد. طيب الآن عندما الطالب أول مرة يقرأ الفقه ويقرأ ثلاثين سنة ثلاثين شرط، عرفتم؟ ولا يقدر أن يحتمل كل هذه التفريعات، فهذا مضر. ففي الظاهر جميل، بس من جهة الواقع مضر بكثرة الفروع التي فيه في مرحلة البداية، واثنين في عدد لا بأس فيه ليس إيش معتمدا، فأن يتربى الطالب عليه ليس صحيح. فالمتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد للمذهب بخلاف كتب الفتاوى، فإنها تمثل جانب تطبيق الفقه لهؤلاء الفقهاء على حسب زمان بمراعاة قواعد رسم مفتي، وهذا معنى ما ذكر في الشرح أن اختيارات المشايخ اللي هي إيش الفتاوى، فلا تعارض بينها وبين المتون، ويلحق بها في هذا الجانب الحواشي والشروح أحيانا، لكن إذا صرح بتصحيح ما في المتن فهو أعلى درجات التصحيح، فلا ينبغي أن يغفل عن أن اهتمام المتون بأصل المذهب وقول الإمام أكثر من التفاتها إلى المفتى به والمعمول عليه، بدليل أنهم لا يكادون يفارقون قول الإمام مطلقا، فهي تمثل جانب التأسيس للدارس، والفتاوى والحواشي والشروح جانب التطبيق إجمالا لمين؟ للمفتي. لاحظتم كيف جمعنا بينها؟ نسأل الله ذلك. طيب بعدها الآن في الصفحة، ثم لا يخفى في الأعلى أقرأ، ثم لا يخفى أن المراد بالمتون المعتبرة كالبداية. البداية هاي شرحها المرغناني في الهداية، صح؟
ومختصر القدور والمختار والنقاية والوقاية والكنز والملتقى. لاحظوا ابن عبدين ماذا يقول بالحرف، فإنها موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية. إذن بتقول ليست موضوعة لبيان المفتى به. ترى هاي مسألة يعني أكاد يعني هذه الأيام أرى عامة من يشتغل في المذهب الحنفي يخلط فيها، يعني خلط بين فكرتين، بين فكرة أن المتون موضوعة لأصل المذهب وبين أن المتون موضوعة للفتوى، وبالتالي بعضهم يصر على أن يفتي فقط بالمتن مهما خالف الواقع. المتون لا، موضوعة لتحقيق أصل المذهب وليست للفتوى. الفتوى تحتاج إلى قواعد رسم إيش؟ المفتي. بخلاف متن الغرر لملا خسره ومتن التنوير، هذا كلام مين؟ كلام ابن عبدين للتمرتاشي الغزي، فإن فيها كثير من مسائل الفتاوى، وبالتالي كان درجته إيش؟ أقل من غيره. قال اللحنو في الأسفل إن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة الوقاية واختصر القدوري والكنز، رأيتم؟ ومنهم من اعتمد على الأربع الوقاية والكنز والمختار ومجمع البحرين، وقال العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيره، لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها والتزامهم أو التزامهم، نعم أو التزامهم إرادة مسائل ظاهر الرواية والمسائل التي اعتمد عليها مين؟ المشايخ. ما رأيكم؟ هذه الفكرة واضحة؟ جيدة؟ الآن نقرأ، ما قرأنا الآن إلا أقل يعني سنة. وسابق الأقوال في الخانية، يعني الآن يريد أن يتكلم لنا عن بعض طرق الترجيح الالتزامي، صح؟ ماذا فعلوا؟ وسابق الأقوال في الخانية، وسابق الأقوال في الخانية، يعني إذا وجدت أكثر من قول في الخانية المعتمد أي قول؟ الأول. وملتقى الأبحر، كتاب ملتقى الأبحر أيضا إذا ذكر قولين يعتبر المعتمد هو القول إيش؟ الأول ذو مزية، يعني مزية القول السابق في الخانية والقول السابق في ملتقى الأبحر. وفي سواهما، يعني في سوى الخانية وملتقى الأبحر، اعتمد ما أخروا دليله لأنه المحر. هذه القاعدة يمشي عليها عامة كتب الحنفية، وهي أن تأخير دليل القول الراجح. فالقول الذي يؤخر دليله دلالة على أنه هو إيش؟ هو الراجح، هو المعتمد. القول الذي يؤخر دليله يدل على أنه هو الراجح وهو إيش؟ وهو المعتمد. فهمناها؟ كما هو العادة في الهداية ونحوها لراجح الدراية. في الهداية ماذا نفعل أيضا؟ نؤخر قول مين؟ الراجح، القول الراجح ونحوها، يعني الكتب الأخرى لراجح الدراية. نعم، ما رأيكم راجح الدراية؟ يعني هنا لقوة القول أصولا، والله أعلم. كذا إذا ما واحدا قد علله، هذه الطريقة الثالثة، إذا وجدنا قول ذكروا دليله وغيره من الأقوال لم يذكروا الدليل، فذكروا قولين أو ثلاثة، فالقول الذي عللوا معنى عللوا ذكروا دليلا له فيكون هو الراجح، خلاص. كذا إذا ما واحدا قد عللوا له وتعليل سواه إيش؟ أهمل. أي إن أول الأقوال الواقع في فتاوى الإمام قاضي خان له مزية على غيره في الرجحان، لأنه قال في أول الفتاوى وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر. يعني هو يصرح أنني أنا فعلت هذا في الخانة، وافتتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين وتيسيرا على مين؟ راغبين.
جميل. وكذا صاحب ملتقى الأبحر التزم تقديم القول المعتبر، وما عداهما من الكتب، وما عدا قلنا الخانية والملتقى التي تذكر فيها الأقوال بأدلتها كالهداية وشروحها وشروح الكنز وكافي النسفي والبدائع وغيرها من الكتب المبسوطة، قد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم يؤخرون قول الإمام ثم يذكرون دليل كل قول، ثم يذكرون دليل الإمام متضمنا للجواب عما استدل به غيره، وهذا ترجيح له إلا أن ينص على ترجيح غيره. يعني يذكر دليل قول أبي يوسف، يذكر دليل قول محمد، ثم يذكر دليل قول أبي حنيفة، وفي ضمن دليل قول أبي حنيفة رد على مين؟ على أبي يوسف ومحمد، على دليل قول أبي يوسف ومحمد. الآن هو ذكر البدائع هنا أنها مشت على هذه الطريق. الشيخ العثماني في الأسفل يقول يظهر من صنيع صاحب البدائع أنه يفعل ذلك، أي تقديم القول الراجح أيضا إيش؟ في الغالب. في الغالب. فإذا نحتاج أن نتثبت، نعم، هل البدائع يقدم القول الراجح أو يؤخر دليله؟ قال شيخ الإسلام العلامة ابن الشلبي في فتاوى الشلبي في فتاوى، الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة، ولذا ترجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه، ويجيبون عما استدل به مخالفه، وهذا أمارة العمل إيش؟ بقوله، وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه، إذ الترجيح كصريح التصحيح. إذن دائما يرجح دليل مين؟ أبي حنيفة، صح؟ وهذا يدل على أن عمله هو الأقوى، قوله هو الأقوى والذي يعمل به، وإن لم يقل وبه الفتوى عليه الفتوى. وفي آخر المستصفى أيضا للإمام النسفي، إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال فالراجح الأول هو الأول أو الأخير لا الأوسط. هذه فكرة جديدة يعني. يعني في مذهبنا عادة إما يقدمنا القول فيرجحون أو يؤخرون القول فيرجحون، أما القول الذي في الوسط ما الحكم الآن؟ لا يبقى. لا يبقى. لا يبقى. الفقرة بقبلها. أها. ولذا ترجح المشايخ دليله في الأغلب أو لقوله. لا ترجيحهم لدليله يعني ترجيح لقوله. بلى لكن أدلة استدلوا بها له. صدقت. وأيضا يضعون بس هكذا هم استدلوا لها على أن تكون أدلة له، صح؟ فإذا قدموا يعني طريقة استدلال يكون تقديم لمين؟ لقوله. قلت وينبغي تقييده بما إذا لم تعلم عادة صاحبها ذلك الكتاب، يعني هذا يتكلم أننا لا نقبل القول الوسط ونقبل أول أو الأخير، وهذا إذا لم يعلم عادة صاحب ذلك الكتاب ولم يذكر الأدلة. أما إذا علمت كما مر في الخانية والملتقى فتتبع، يعني إنهم يقدمون القول مين؟ الأول. وأما إذا ذكرت أدلة فالمرجح الأخير كما قلنا، يعني الكتب التي تعتني بذكر الأدلة دائما تؤخر دليل القول الراجح، صح؟ وكذا لو ذكروا قولين مثلا وعللوا لأحدهما كان ترجيحا له على غير معلّم، كما أفاده الخير الرملي في كتاب الغصب من فتاوى الخيرية. ونظيره ما في التحرير وشرحه في فصل الترجيح في المتعارضين. أن الحكم الذي لمن له ما في التحرير وشرحه في فصل الترجيح المتعارضين. الآن هنا لا، التقرير والتحبير، التقرير والتحبير. ابن الهمام له نفس المتن، هو إيش؟
التحرير. له شرحان تحرير، شرح لابن أمير حاج وشرح لبادشاه، شرحان. أن الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها. لمين؟ للعلة. جيد، لأنه ذكر علته، لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه. ماذا عندكم؟ واضح هذا؟ هنا فقط يعني ذكر لنا صور من الترجيح الالتزامي ومناهج الكتب في الترجيح. إيش؟ في الترجيح الالتزامي. من عنده سؤال منكم؟ من عنده سؤال؟ من عنده سؤال؟